موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عنوان حديثنا هو أيام الحج، شعائر ومشاعر وعبر. أيام الحج، هذه الأيام، تلك الأيام العظيمة التي قال الله عز وجل عنها: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيام الحج 4 أيام، وإن كان منها يوم يتكرر: يوم التروية، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم التشريق، وهو يتكرر. أيام هي عيد عند المسلمين، عيد لأنها موسم من مواسم العبادة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. هذه الأيام عباد الله فيها من الشعائر ما يثير المشاعر ويذكر بالعبر والدروس الكثير، وهذا هو المراد من حديثنا، أننا نقف مع كل يوم من هذه الأيام 4: يوم التروية، ويوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق. هي أيام شعائر لله عز وجل، فيها ما فيها من المشاعر التي تثور في قلوب المؤمنين المحبين، وفيها من العبر والدروس ما فيها. نقف مع كل يوم منها بشيء من البيان والتوضيح، فإن ذلك من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأول هذه الأيام هو يوم التروية، هذا اليوم الذي يبدأ فيه الحديد إحرامه، وهو يوم 8 من ذي الحجة، وهو في أيامنا هذه يوافق يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى. يبدأ فيه الحديد إحرامه بالحج، سمي بيوم التروية لأنه اليوم الذي كانوا يجمعون فيه الماء ويرتوون فيه، إذ الوادي لم يكن يومئذ فيه ماء. فهذا مشعر من مشاعر الله عز وجل، وشعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. يوم التروية يخرج الحديد إلى منى ويجمعون الماء لأن الوادي لم يكن فيه ماء يومئذ. وهنا تثور المشاعر، وهنا تثور المشاعر في قلوب المؤمنين المحبين، التي تأتي بالذكريات من عبق التاريخ. يوم نتذكر العطش الشهير لأم إسماعيل، وما كان على إثر ذلك من بركات حلت في هذا الوادي العظيم. يوم أن تركها إبراهيم الخليل عليه السلام وولدها إسماعيل عند مكان البيت، ولم يكن يومئذ البيت، فتركهما بأمر من الله سبحانه وتعالى عند مكان البيت، وليس معهما إلا جراب من تمر وسقاء من ماء، فانصرف عنها وتركها كما أمره الله سبحانه وتعالى. فلما انصرف عنها سعت خلفه رضي الله عنها وهي تسأله وتردد السؤال: إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا إنس فيه ولا شيء؟ وهو ينصرف رضي الله صلوات الله وسلامه عليه عائدا إلى فلسطين، وهو الذي تركها في أرض الجزيرة العربية. فلما أكثرت السؤال فجعلت تقول: ها الله أمرك بهذا؟
فالتفت إليها وقال نعم. فقالت إذن لن يضيعني. فانصرف إبراهيم عليه السلام وترك ولده وأمه، فلما بلغ الثنية وقف عندها واستقبل جهة البيت يومئذ ودعا بهذا الدعاء العظيم الذي غير وجه الأرض، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وانصرف إبراهيم، وهنا عطشت هاجر لما فني الماء الذي كان في السقاء وعطش ولدها وجعل يصرخ ويبكي وهي ترحمه وتشفق عليه، فنظرت من حولها فلا تجد أحدا، فلم تجد إلا أقرب جبل منها يومئذ وهو جبل الصفح، فصعدت الجبل لعلها تنظر من فوقه ترى إنسانا أو ترى أثرا للحياة أو ترى ماء، فلم تجد شيئا، فنزلت من جبل الصفا وإذا بها تمشي في الوادي، فنظرت في الجهة الأخرى فوجدت جبل المروة فصعدته لعلها ترى إنسانا أو ترى ماء من الجهة الأخرى، فصعدت المروة وجعلت تنظر من حولها فلا تجد شيئا، وهكذا جعلت تنظر في الوادي فنزلت من المروة واتجهت تنظر في الوادي مرة أخرى مسرعة فلا تجد شيئا، ثم تصعد الصفا مرة أخرى وهكذا، تكرر فعلها هذا وهي تبحث عن الماء 7 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال ذلك سعي الناس اليوم، ذلك سعي الناس اليوم، أي هذا صار دينا وشريعة في الدين هو السعي بين الصفا والمروة. فلما كانت المرة الأخيرة وهي عند جبل المروة فإذا بها تسمع صوتا، فجعلت تسكت نفسها وتقول صح وتتسمع للصوت، وقالت أسمع إن كان عندك غواث، فإذا بها ترى الملك وقد نزل فضرب بجناحه بجوار الصغير فانشجر بئر زمزم أو انفجرت عين زمزم، فجاءت تجري رضي الله عنها وجعلت تحوض الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تحوض الماء لكان عينا معينا، فجعلت تشرب وتسقي وليدها الصغير. قصة عظيمة وذكرى عظيمة تثور في قلوب المؤمنين كلما تذكرنا هذه الأيام وكلما مرت بنا هذه الأيام التي فيها شعائر الله عز وجل تذكرنا بذلك، تثور في قلوبنا هذه المشاعر، شاعر الحب والولاء والتوقير لإبراهيم الخليل ولأم ولده وولده إسماعيل. وهذا يأخذنا إلى العبر الكثيرة في كل مشعر من هذه المشاعر، ومن العبر في هذا المشهد هو يوم الترويح وتذكر هذا المشهد وهو مشهد عطش أم إسماعيل وما كان من تفجر بئر زمزم المباركة، فنجد العبر الكثير. من هذه العبر عظيم انقياد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه السلام ينقاد لأمر الله عز وجل، يترك ولده وأمه في أرض صحراء لا زرع فيها ولا ماء وينصرف انقيادا لأمر الله سبحانه وتعالى. وهكذا عباد الله شأن المؤمن، إنه مع أمر الله عز وجل لا خيار له، وإنما الاستسلام والرضا بأمر الله سبحانه وتعالى.
فكان إبراهيم عليه السلام مضرب المثل، قال الله عنه: وإبراهيم الذي وفى. فهو الذي ابتلي بهذه الكلمات، والتي منها هذه الكلمة: أن اترك ولدك وأمه عند مكان البيت وانصرف عنهما. وأما العبرة الثانية في هذا المشهد الذي هو مشعر من مشاعرنا في هذا الزمان، وهي عظيم توكلي: هاجر أم إسماعيل عليها السلام، كيف كان عظيم توكلها على ربها سبحانه وتعالى، والذي يتمثل في قولها وحالها. فهي التي تقول لإبراهيم النبي: الله أمرك بهذا؟ فلما قال أنها، قالت: إذن لن يضيعنا. فهي تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو المقدر وهو العليم وهو الحكيم، أي أنه يعلم بمكانها وهو يعلم بحالها، وهو حكيم في تقديره سبحانه وتعالى. فهو الذي أوجدها هنا وهي طائعة لله، وهي زوجتنا، وهي أم ولد نبي، فالله لن يضيع أهله. وهكذا جاءها الملك يبشرها كذلك. فروي في بعض الأخبار أن جبريل جاءها قبل أن تنفجر العين، ولم تكن تراه، إنما كانت تسمع صوتا. فلما سمعت الصوت قال لها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. فقال: لا تخافي الضيعة، فإنها هنا بيت لله يبنيه هذا الولد وأبوه، فلا تخافي الضيعة. فكانت عظيمة التوكل رضوان الله عليها. ولكم عباد الله أن تتفكروا وتتأملوا في هذا المشهد الذي هو مضرب المثل في التوكل. لكم أن تتأملوا واستحضروا صورا لبعض النساء إذا ربما أغلق عليها باب بيتها وحدها، كيف يكون حالها؟ إنها تستوحش وتخاف. بل ربما بعض الرجال إذا أغلق عليه باب بيته وحده ربما استوحش وخاف. فكيف إذا تركت أو ترك في صحراء جرداء لا أسباب للحياة فيها، ومع ذلك تقول: إذن لا يضيعنا؟ نعم، لأنها التي تعلم أن الله عليم حكيم، عليم بمكانها، حكيم في تقديره، لذلك ارتاح قلبها: إذن لا يضيعنا. وإنما سعت في الأسباب لأن الله أمرنا بذلك. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرزقت هاجر عليها السلام من حيث لا تحتسب. وكذلك أنت أيها العبد، إن توكلت على ربك وفوضت إليه أمرك وشرعت في الأسباب المشروعة وربطت قلبك وارتبطت بالله سبحانه وتعالى، سيتوكل الله بأمرك، سيكون هو وكيلك، سيكون هو حسيبك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن العبر عباد الله كذلك أن الجزاء من جنس العمل. إننا عندما نتفكر في هذا المشهد العظيم الذي هو في عبق التاريخ، صار مشعرا لنا وشعيرة للمؤمنين، نجد كذلك فيه هذا الدرس وهذه العبرة، وهي الجزاء من جنس العمل. من أحسن فله الحسنى، إن من يتق الله يجعل له الله عز وجل المخرج، إن من يطيع ربه لا يضيعه الله سبحانه وتعالى. الجزاء من جنس العمل. وانظر إلى شيء من ذلك، فهاجر وإبراهيم من قبل عليهما السلام، اللذان استسلما لأمر الله وتوكلت على ربها سبحانه وتعالى، جعل الله عز وجل لهما الذكر في التاريخ.
فهو بئر زمزم ينفجر عند قدم ولدها وهو أعظم ماء على وجه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، يجعل الله عز وجل المكافأة لهاجر أن يكون خير ماء على وجه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، هو الذي ينفجر عند قدم ولدها ساعة عطشها وولدها. السعي بين الصفا والمروة صار دين وشريعة للمؤمنين. أنت عندما تذهب في حج أو عمرة لا بد أن تتذكر هاجر عليها السلام يوم سعد بين الصفا والمروة، وتتذكر هذا المشهد العظيم فتترضى عليها. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، والعبر عباد الله كثيرة كثيرة في هذا المشعر وهذا المشهد. وأما اليوم الثاني من أيام الحج وهو يوم عرفة، يوم عرفة شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى، بل من أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، بل هو الركن الركين في الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أن الركن الركين في الحج هو عرفة. الحج عرفة، ولذلك فإنه إذا كان يوم عرفة لا بد أن تثور في قلوب المؤمنين المشاعر العظيمة بألوانها ودرجاتها، سواء الحجيج أو غير الحجيج. فأما الحجيج فتثور عنده المشاعر، مشاعر الرهب والرغب، مشاعر الرهب خوفا من أن تكون هذه الرحلة بلا أجر وبلا ثواب، ومشاعر الرغب رجاء في مغفرة الله والعودة بصحيفة جديدة. أما مشاعر الرهب فإن المؤمنين يخرجون في يوم عرفة، أو المحرمين يخرجون في يوم عرفة، يجتمعون في صعيد واحد في مكان واحد. فالحجيج جميعا مأمورون أن يجتمعوا في يوم عرفة في هذا المكان، في صعيد واحد، في مكان واحد، في هيئة واحدة فيها تبذل من أمر الدنيا وترك لمتاع الدنيا، والشمس ضاحية من فوق رؤوسهم. فعرفة واد لا معالم فيه، فيكونون في رهب ألا يقبل الله منهم عمله. كان بعض السلف يبكي في هذا اليوم ويقول: اللهم لا تحرم أهل الموقف بسببه، أي بسبب ذنوبه، أي لا تحرمهم المغفرة. وكان بعضهم عظيم الرجاء فيقول وهو الفضيل وقد رأى الناس يبكون ويكثرون من الدعاء في هذا اليوم، فجعل يقول لهم: أرأيتم لو أن هؤلاء الناس جميعا، أي في أهل عرفة أصحاب الموقف، لو أن أهل هذا الموقف جميعا سألوا رجلا دانقا أكان يردهم، والدانق سدس درهم في العملة القديمة، سدس درهم يعني نحو جنيه أو نحو ذلك في زماننا هذا، وكأنه يقول لهم: أرأيتم لو أن أهل عرفة جميعا سألوا رجلا جنيها أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله لله أهون عليه المغفرة لهؤلاء من الرجل بدارقه، أي أن الله يغفر لهؤلاء. ولم لا عباد الله؟ وهو يوم المغفرة الأعظم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا من يوم يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار أكثر من يوم عرفة، فيدنو من عباده فيباهي بهم الملائكة ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وفي بعض الروايات فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي بعض الروايات يقول الله عز وجل لهم في آخر يومهم: أفيضوا عبادي مغفور لكم،
فيضوا عبادي مغفور لكم. وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حد فلم يغفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فيخرجون من هذا اليوم كيوم ولدتهم أمهاتهم. يوم عظيم، شعيرة من شعائر الله، فيها المشاعر تفور وفيها العبر كذلك كثيرة. من هذه العبر عباد الله أن هذا اليوم يذكر بيوم خروجنا من الدنيا، أي أن الإنسان إذا خرج من الدنيا ترك كل ما فيها من الزينة والرفاهية، كما يترك هؤلاء أسباب الزينة والرفاهية. خرج من الدنيا بكفن ليس معه شيء آخر، كما يخرج هؤلاء إلى يوم عرفة ضاحين في الشمس بما يشبه الأكفان. يذكر بهذا اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الناس للحساب وللحشر، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويوم تدنو الشمس من رؤوس العباد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يجمع الأولين والآخرين من الناس، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس من رؤوسهم فيصيبهم القرب بما لا يحتملون. تدنو الشمس من رؤوس العباد كما تدنو الشمس في يوم عرفة من رؤوس الحجيج والمحرمين، فإن هذه عبرة من العبر العظيمة. ولذلك من العبر كذلك أن هذا اليوم يذكر بيوم الانصراف من الموقف إلى دار القرار، يوم انصراف الناس من أرض الحساب والمحشر والجزاء إلى دار القرار، لا سيما أهل الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى يصرفهم من دار الحساب والجزاء إلى دار القرار الجنة، حيث يمرون بين ذلك على الصراط. فيتذكر الإنسان في هذا اليوم ويعتبر من هذا المشهد، إذ يخرج الحجيج في يوم عرفة من عرفة إلى دار القرار في منى لأجل أن ينالوا جزاء ما قدموا، وأن يستقروا في دار قرارهم منى بعد مرورهم بالقنطرة العظيمة المزدلفة. إذ يدفع الحجيج في آخر نهارهم من عرفة إلى مزدلفة قنطرة بينهم وبين منى، ثم يدفعون بعد ذلك إلى دار القرار، إلى قرارهم في منى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا اليوم: إن أعظم الأيام عند الله عز وجل يوم النحر ويوم القر. ويوم القر عباد الله أي قرار المحرمين في أرض منى بعدما أدوا مناسكهم لله سبحانه وتعالى. أما اليوم الثالث عباد الله من أيام الحج التي هي شعائر تحمل مشاعر وفيها عبر، فهو يوم النحر. يوم النحر عباد الله يوم الذبح. يوم النحر عباد الله جعل فيه نحر الهدايا والأضاحي، فالمحرمون يتحللون من إحرامهم بنحر هداياهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وغير المحرمين كذلك يقدمون لله عز وجل الأضاحي فرحا بهذا اليوم، فيضحون في هذا اليوم كما أمر الله تعالى: فصل لربك وانحر. يوم النحر عباد الله يوم أن يكون فيه الحجيج يقدمون فيه هذا النسك العظيم، وهو الذبح لله عز وجل، تفور في قلوبهم كذلك المشاعر، مشاعر تذكر الخليل عليه السلام، تذكر قصة ذبح أو قصة الذبح الشهيرة، تذكر هذه القصة
التي تحمل فيها من العبر ما تحمل، وتثير المشاعر بالولاء والحب والتوقير لإبراهيم عليه السلام ولابنه النبي إسماعيل عليهما السلام. لما حكى الله سبحانه وتعالى عنهما قال تعالى عن ذلك: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. نتذكر في هذا اليوم هذا المشهد وتثار هذه المشاعر يوم أن ابتلي إبراهيم بذلك، فهو الذي أعطي الولد بعد عمر طويل. لقد أعطي إبراهيم إسماعيل قيل بعدما بلغ 90 من عمره، وهو الشيخ الكبير الذي هجر أرضه ووطنه وابتلي في الله عز وجل، وهو الشيخ الذي انتظر الولد زمنا طويلا. فبعد كل هذا الانتظار، وبعدما رزق الولد، بل وبعدما صار الولد في أفضل مراحل عمر الأبناء، فلما بلغ معه السعي أفضل عمر الأبناء عمر الصبح، فهو ليس بالرجل الذي يعارض والده في الرأي ولا بالطفل الصغير الذي لا يعتمد عليه، هو في عمر الصبح. فلما بلغ معه السعي أي في أفضل مراحل عمر الأبناء يبتلى إبراهيم أن يذبح ولدك. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. انظروا إلى هذا الحنان وهذه الرحمة العظيمة، يا بني انظر ماذا ترى، أي لينال الولد أجر الاستسلام. قال يا أبت افعل ما تؤمر. افعل ما تؤمر أي أنت نبي، أنت مأمور من الله، أنت جئت بحق لا تأتي بباطل، أنت مأمور من الله، افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تواضع ونسبة الفضل والحول والقوة إلى الله. ستجدني إن شاء الله أي أن الله هو الذي سيقويني ويصبرني على هذا البلاء. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ليس أرسلك للجهاد فتقتل، لا، بل أنا الذي أذبحك بيدي. ابتلاء عظيم عباد الله. وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هذه من الكلمات كذلك: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين أي وضعه على الأرض وأتى بالسكين وتل جبينه للأرض حتى لا يراه وهو يذبحه. فلما أسلم ثناء من الله عز وجل على هذين المستسلمين لأمر الله سبحانه وتعالى. فلما أسلم استسلام لله عز وجل، هذا هو الإسلام الحقيقي، الاستسلام لأمر الله والرضا بقضاء الله. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. إنه لم يبق إلا إسالة دم إسماعيل، وهذا ليس يساوي في ميزان الله عز وجل شيء. إن الذي يساوي في الميزان هو الاستسلام والانقياد، أما الدم فإن الله لا يناله من شيء من ذلك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. ولذلك قبل أن يذبح اسم إبراهيم أمر الله ونادى المنادي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين.
إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. إنه البلاء الذي أشد الناس بلاء، الأنبياء والصالحون فالأمثل. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. هذا هو النسك عباد الله الذي نتنسك به في يوم النحر. المحرمون يتنسكون بنحر الأرض بنحر الهدايا، وغير المحرمين يتنسكون بنحر الأضاحي، اقتداء بالنبي إبراهيم والنبي محمد صلى الله عليهما وسلم. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، الجزاء من جنس العمل. وتركنا عليه في الآخرين، صارت سنة إبراهيم شعيرة من مشاعر المسلمين، صارت سنة إبراهيم دين يتدين به من بعده، ويذكرون ويتذكرون إبراهيم الخليل عليه السلام. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وأما اليوم الرابع والأخير عباد الله من أيام الحج التي تحمل الشعائر والمشاعر والعبر، فهو أيام التشريق. هذه الأيام التي هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، الثاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد، سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم ويبرزونه للشمس. أي نعم، ولم لا عباد الله، وهم في ضيافة الرحمن بعد أن أدوا مناسكهم لله عز وجل فنزلوا في منى، وقد قدموا الهدايا لربهم فقبلها منهم واستضافهم وضيفهم بها سبحانه وتعالى. فمكثوا في منى يأكلون من أضاحيهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فرحة المحرمين أن أدوا المناسك ونزلوا في ضيافة أرحم الراحمين، وفرحة غير المحرمين وهم يذبحون الأضاحي ويأكلون ويشربون ويفرحون في أيام العيد. سنة الملوك، وملك الملوك أعظم ذلك. سنة الملوك عباد الله أن إذا ضيفوا الضيوف أطعموهم وأطعموا من على أبوابهم كذلك. فكان طعام الحجيج المحرمين في منى، وكان طعام غيرهم على الأبواب لأضاحيهم. سنة الله عز وجل في ضيافة أهله في هذه الأيام المباركة، أيام التشريق، تلك الأيام التي هي أعياد المسلمين يفرحون فيها ويقدمون فيها لله عز وجل الأضاحي. وفيها كذلك رمي الجمار، فيرمي المحرمون الجمار في أيامهم الثلاثة، اقتداء بما كان يفعل إبراهيم يوم حاول الشيطان أن يلبس عليه في مناسك حجه، فكان إبراهيم يرميه بالجمرات. فصارت سنة لنا بعد ذلك نرمي الجمار في أيام التشريق ونفرح بضيافة الرحمن. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.